ده فيروس كورونا المستجد هو أحد الفيروسات الجديدة اللي ظهرت بشهر ديسمبر 2019 بمدينة يوهان بالصين، وانتشر أول شيء بالسوق الأسماك والحيوانات. هذا الفيروس غير معروف سابقا، انتشر بين البشر. الأعراض الأساسية لهذا الفيروس، للناس اللي يصابوا بهذا الفيروس، هي ارتفاع بدرجة الحرارة أو الحمى، السعال الناشف أو الكحة، وضيق في التنفس. بحالات متقدمة ممكن الإنسان يصاب بالتهاب شديد بالجهاز التنفسي أو شيء اللي بنسميه بنومونيا.